وقد جاء عند النسائي وبوب باب فقال باب ما يختم به تلاوة القرآن، وذكر هذا الدعاء: ما جلس صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات، فذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الكلمات هي: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الحديث إسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله، قلت هي من السنن المجهولة لدى الناس.